انت ازاي تقفل حسابي في البنك من غير ما تقول لي؟ ومن هنا ورايح مفيش فلوس غير اللي انا حديها لك، وما تعطلنيش انا مش فاضي. يا بابا شركه الاتصالات هتطرح اسهم اكتتاب جديد، عارف يعني ايه اكتتاب؟ عارف يعني اكتئاب هيجيلي عشان هتعوزي فلوس كتير. انا فعلا محتاجه فلوس كتير عشان اعوض خساره. بتكلم يا زفت انت كمان. ايوه انا كنت بغسل المواعين. هم 100 جنيه مفيش غيرهم ومفيش عربيه بعد كده. هات يا بنتي مفيش العربيه. ايه يا بابا دي امي كانت جايبها لي. امك كانت بتسرق مني فلوس بعد ما انام. انا امي كانت جايبها لي. امي يا نهاري كسوت ومنيل سجاير. يحصلي السجاير دي كمان. مش بتاعتي، دي بتاعت سالي، كانت هنا امبارح ونسيتها وانا شلتها عشان ابقى اديها لها. سالي انت فاهم ان انا مش هعرف؟ هعرف هعرف كل حاجه ومفيش ولا مليم بعد كده. هات المفاتيح يلا. انت ايه اللي خلاك تدور انت كمان؟ هلا سيكس اربع سنين وخلاص. انا ركبت. يلا يلا غوري من هنا. لندن استراليا وطوكيو ونيويورك. ليه مش حاطين توقيت الشرابيه يعني؟ ده الشرابيه دي فيها شغل كده بس اللي يلاحق. يلا جرحت الشنطه. ابعتي لي ساري بسرعه يا غاده. حاضر يا فندم. مين ده يا غاده؟ ده ادهم بيه. طب ابقي سلمي لي عليه بقى. سلام عليكم. رايح فين؟ ها قلت اقف شويه. في ايه يا انكل؟ هو انا سرقت حاجه ولا ايه؟ شش ولا كلمه. تعالي قولي ها ها ها. انت ضربه فسيخه الصبح. ايه ده؟ على مو انا ظلمتك؟ ما هو صاحبتك بتشرب سجاير وملزقها فيكي. الاستاذ ده عايز حضرتك. عاوز ايه ده الاخر؟ رشدي اباظه. وده عاوز ايه؟ جاي يدور على سامي جمال هنا؟ انا مش فاضي. بس بيقول انا عايزك في شغل. خليه يدخل وانت لمي حاجتك بسرعه. يلا اتفضل. انا؟ ايوه انت اتفضل. دوري جه. طيب سيبي انا داخل. يا رب يا ساتر. بره افتح بره. ده انت مجنون. قال كل نفسك قبل ما حد ياكل. مجنون انت. اطلع بره. انت كده بتخسرني يا سيدي. ده انت خسرتك مكسب. بره بره. اسمع بس انا عايز اقول لك ايه تاني. هو كان في اولاني. قلت بره. طب ماشي حاضر حاضر. بص خد الكارت بتاعي معاك خليه معاك. احتياط احتياط. حاضر يا سيدي. رشدي اباظه زكي روسو اتفضل بره. هاتولي بتوع الامن. انا مش حرامي عشان تطلب لي الامن. تطلب لي الامن ليه؟ انا عندي شركه زي زيك بالظبط. زي انا يا حقير يا واطي. طب وليه قلت قلت ايه؟ قلت ايه يا انت؟ قلت قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ قلت ايه؟ اصبر. مش لاقي غير قله الادب. قلت 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 تصدق ملهاش. شفت حاجه تحير. ليه بقى قله الادب دي؟ خدوه بره. لا خدوه بره. انا اما وريتك والصغير بيصير ويكبر يا ادب. يعني هو مفيش خيرك في السوق. ماشي انا هربيك. انا اتقطع الكارت بتاعي يا ادم. اتفرجوا شوفوا شغلكم. يلا وانت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ على مكتبك. اتفضلي اتفضلي. ها غريبه. قلت لك سامع ده هيضيعك. قلت لي هعدي هعدي. اديك ضيعت فلوسك واشتريت بدله الاجه وجزمه قيمه وشطه ما حصلتش عشان تروح تتدرب بيهم. امال يعني كنت عايزنا نضرب كاجوال؟ ايوه بس انت اتضربت جامد قوي. دي البدله تربدت. بس ورحمه ابويا وامي ما هسكت. هتعمل ايه يا مجنون؟ هشتري بدله غيرها. طب بقول لك ايه؟ خد اطلع عندي فوق وشوف لك هدمه كده حلوه البسها عشان النهارده هسهرك سهره جديده عليك. طب بتعمل ايه؟ ها؟ عايز اشوف قفايا متسرح ولا لا؟ ايه ده حبيبي يا اخي؟ ايه ده يا جماعه احنا هنسهر هنا؟ اه يا عم دي فسحه خمس نجوم ما تقلقش ده كلهم حبايب واصحاب. حبيبي الله ابو جمعه صباح الفل. المعلم مشمش والله ده كويس. ده اوانه رشدي مش اوانه. خد يا عم تقطع الحجر ده وما لكمش دعوه بالحجر ده. انا هوصلكم على الشاي. اتفضل. انت لابس احلى بدله عندي. خد بالك منها بقى يا عم ما تخافش. ده الواحد كان دافن نفسه بالحياه. بقول لك ايه صحيح، هو المعلم مشمش ده نشاطه ايه؟ مخدرات. طب والصبح؟ مخدرات. الله، يعني ساب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت شد. ايه ده؟
مخدرات ده يا راجل. حبيبي مساء الفل. مساء القش يا معلم. مين؟ احسن حاجة في الحشيش ده ان مفهوش بذر. بذر ايه؟ هو انا قلت بذر؟ طب خلاص يا جماعة ما تاخذنيش، انا اول مرة اشرب خمرة. خمرة ايه؟ ده صاحبك ده من عينيها في داية. انا صحيح معلم مشمش، انت ما عرفتناش على الكابتن ده. ده جاد بتاع الفول. لا بتاع الطعمية. طعمية؟ هو انا قلت طعمية؟ يبقى انا قلت بس. يبقى شهادة لله ولا مش شهادة لله؟ تمام. منور عم جاد. لا ينور عليك. مين ده؟ سالي انت ازاي جايك لو سايباني في المصيبة اللي انا فيها دي؟ في ايه؟ في ايه؟ مصيبة ايه؟ طنطا ازيك يا طنطا؟ ازيك حبيبتي؟ لسه جايبه هدوم من اوبن دي اتجنن. تعالي استني مفرجك عليها. هو في حد بيهرب من اهله دلوقتي؟ دي كانت موضه وبتل. خلاص مش طايقه، ده خد مني الموبايل والعربيه ومش عايز نلعب في البورصه وضربني. ما خلاص بقى يا ملك يا ملك، عايز انام. قال لك تعب تحكي لي باباكي عمل ايه. يا ولاد صباح على خير. وانتي من اهله يا ماما. انا فكرت في حكايه كده هتخلي ابويا يلف حوالين نفسه واخد اللي انا عايزاه واشتري في الاكتتاب وعوض خسارتي. ولازم تساعديني، انا هقعد عندك يومين. حكايه؟ هو انا ناقصه حكايات يا ملك؟ عايزه ايه بالظبط؟ هقول لك. هو اخوكي فين؟ في نبطشيه. طب وفين موبايلك؟ في الشنطه. ايه الو الو بابا، انا اتخطفت يا بابا. بتقولي ايه؟ اتخطفت يعني ايه؟ بابا انا بكلمك من وراه، ده ماسك مسدس. بابا اوعى تبلغ البوليس لحسن يعملوا فيا حاجه. مسدس؟ ملك مين ده يا ملك؟ مين اللي خطفك؟ يا بنتي اهدي شويه قولي لي. انت مشوفه انا عامل فيه ايه؟ الحاج يا بابا. اسمه ايه؟ اسمه ايه يا بابا؟ اي في ايه يا جدع؟ مش عارف يا عم، الدكة دي زي ما يكون فيها خازوق. خازوق؟ وريلي. وريك ايه يا عم انت؟ خلاص مفيش حاجة. بتوريلي يا جدع ما فيهاش حاجة، احنا اخوات يا عم. والحاجات دي فيها اخوات خلاص يا عم. ورينه يا عم. كبسة يا معلم. كبسة يا معلم. ايه كبسة؟ كبسة يعني ايه؟ خلاص مالك في ايه؟ ده انت مع المعلم مشمش اللي عمره ما اتمسك في حياته ابدا. طب انا عليك سايكو ولا مين فيكوا بقى صاحب القهوه دي؟ المعلم جد. الله، هو اختفى راح فين؟ معلم جد ايه؟ بطل تواضع بقى. المعلم مش هو صاحب الغرزه دي يا باشا. غرزه ايه يا عم انت؟ ده صابون ثقافي. صابون ثقافي؟ فين الحشيش؟ المعلم مش تاجر مخدرات، هو اللي عارف الحشيش فين. طلع الحشيش يا معلم. ما اطلع ايه؟ ما انا ايه ده بس، وما تخافش حاول تفتكر فين الحشيش. مش هيفتكر. فتشوا الغرزه بقى. اخلص انت، فتش الغرزه بقى. ما لقيناش حاجه يا فندم. ايه بصيت تحت الكنبه دي؟ طيب بصيت يا فندم. انا مالكش دعوه بيه، كلمني انا. انا الضابط. مفيش حاجه خالص يا فندم. الحمد لله يا معلم. مش افتكر الحشيش فين بدل ما يقبضوا عليك. ما تصدقوش يا سعادتك، باشا ده دماغه مخروشه وانا بعالجه. مخروشه؟ ماشي يا معلم مشمش، الجيات اكتر. يلا. وانت من اهله يا باشا؟ كده الناس تمشي كده من غير كوبايه شاي ولا يلاقوا حشيش. فيك ايه؟ اهدى يا معلم، عدت على خير. مصر هي امي، دلها هو دمي، فتح صهاري شتى ولمي، عدلوا لنفسي. ايه الجنان اللي انت عملتيه ده؟ ازاي تدبست الراجل معاكي كده؟ انا اتزنقت بقى. وبعدين يطلع مين سروش دي ابوظه ده اللي انت شايله كارته في شنطتها؟ يا سلام، ده واحد جه لابوكي النهارده الشغل وابوكي بهدله وطرده. ايه
يعني ابوي عارفه؟ ايوه. هو احنا يعني اتفقنا انك تقولي اسماء؟ خلاص مش مهم بقى. مش مهم ازاي؟ ما هو بابا ممكن يتصل بيه ويساله الموضوع كله يتعرف. مليني نمرته. مليها لي. الو. ايوه انا رشدي اباظة. فندم شغل دلوقتي؟ لا الحقيقه اصل انا مسطول دلوقتي. مشغول دلوقتي. طيب حاضر. ربعايه واكون عندكم. ايوه عارف المكان. عارف. ماشي سلام. ولا جمعه جالي شغل يالا.